السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سعيد بالتواصل معكم مجددا، وأشكر جميع الزملاء والأصدقاء وأيضا المشتركين الحاليين والمشتركين المحتملين الجدد. ونواصل مواضعنا فيما يتعلق بالنظام القانوني للتاجر، خاصة الشركات القانون المغربي، وغنعرض موضوع تحت عنوان إدماج شركة في شركة باش تصبح شركة واحدة، من بعد ما رأينا تحويل القانون للشركات أو ما يعرف بالتغيير القانوني لشكل الشركة، كما يعرف أيضا بالمرور من شكل شركة إلى شكل شركة أخرى. والآن غنشوفوا كما قلنا الإدماج ديال الشركة، إدماجها والانفصال. فقلنا عموما أنه كيحصل أثناء حياة الشركة أن تقع هناك تطورات تؤدي إلى منح الشركة شكلا قانونيا جديدا، وهو الذي يعبر عنه قانونا بالتحويل. كما يمكن للشركة أن تنضم إلى شركة أخرى أو أن تشترك في تأسيس شركة جديدة عن طريق الإدماج، أو أن تقدم ما بذمتها من أموال كحصة في شركة جديدة عن طريق الانفصال، أو أن تقدم ما بذمتها من أموال حصة في شركات قائمة، أو أن تشترك معها في تأسيس شركات جديدة عن طريق الإدماج والانفصال. فالحصة القادمة شفنا تحويل الشركات، وقلنا غنشوفوا إدماج الشركة مع شركة هذه الحصة باش تصبح شركة واحدة. وهذا الإدماج أو الانفصال هو كيتعد من العمليات ديال الإدماج والانفصال التي قد تتخلل حياة الشركات إحدى وسائل أو طرق إعادة هيكلة المقاولات ومن خلالها الشركات. فهذه العملية التي تؤدي بشركة إلى ضم شركة أخرى، وذلك قصد تكوين شركة واحدة في نهاية المطاف، واستثناء باختلاطهما مما أو استثناء باختلاطهما معا قصد خلق شركة وحيدة. فهدف المشرع من وراء عمليات الإدماج تنمية حركة تجميع الشركات بقصد مضاعفة المردودية في فترة التوسع والازدهار الاقتصادي، وكذلك مواجهة المنافسة الوطنية والدولية، بالإضافة إلى البحث عن عبء ضريبي أقل إبان أزمات. وكتأتي بها ذلك بتكريس نظام ضريبي تحفيزي للإدماج، وبإقرار مبدأ الحياد الضريبي في هذا المجال. ويكاد يجمع غالبية الفقهاء الفرنسيين المهتمين بالموضوع على أن عملية الإدماج لا تخلو من إحدى الفرضيتين، هما الإدماج عن طريق الضم أو الإدماج الإدماج عن طريق الضم. من مزاياه اللي كنعرفوها والعيوب ديالو ومضامن الإدماج، وأيضا حينما نتكلم على العناصر المميزة للإدماج والانفصال، والإدماج والانفصال وحل الشركة المندمجة أو المنفصلة، وهذا أو الإدماج والتخلي عن الأصول، والإدماج وحصص جزئية للأصول، وأيضا التنظيم القانوني للإدماج. أيضا كنتكلموا على الشروط التي تحقق الإدماج والتحضير ديالو إلى غير ذلك من المفاهيم. إذا عموما كما كنقولوا أنه قلنا، فمثلا كتكون الزيادة في رأس مال الشركة
ديال الدامجة إلى غير ذلك. إذن عموما إحنا أمام كما قلنا، نعم، إذن عموما أن كتعدد عملية الإدماج اللي كتخلي حياة الشركة إحدى وسائل طرق إعادة هيكلة المقاولات من خلال الشركات. وقلنا أن هذه العملية التي تؤدي بشركة إلى ضم شركة أخرى، وذلك قصد تكوين شركة واحدة في نهاية المطاف. وقلنا أيضا أن ذلك في مواجهة المنافسة الوطنية والدولية، بالإضافة إلى البحث عن عبء ضريبي أقل إبان الأزمات. وما كيتأتى ذلك إلا بتكريس نظام ضريبي تحفيزي للإدماج، وبإقرار مبدأ الحياد الضريبي في هذا المجال، كما يكاد يجمع غالبية الفقهاء الفرنسيين المهتمين بالموضوع على أن عملية الإدماج لا تخلو من إحدى الفرضتين. وقلنا إحداها هو الإدماج عن طريق الضم. إذن إلى هذا الحد كنكون وصلنا إلى نهاية العرض. على أمل اللقاء بكم عبر قناة يوتيوب تيغ دري جعفر. بالله التوفيق والنجاح دمتم في رعاية الله وحفظه.